ومن هذه الأخلاق الجميلة الرائعة التي تخلق بها كرمه صلى الله عليه وسلم وضيافته للناس، وكان قد أصل مبدأ كان موجود في العرب لكنه النبي صلى الله عليه وسلم أصله وثبته كجزء من هذا الدين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف أمر واجب والوجوب شرعي، يعني ليس فقط يعني كرم جود وفضل، لا، واجب شرعا. يأثم الإنسان إن لم يقم بحق الضيف، خاصة الذين يعني تأتي أزمة مثلا من الأزمات ويأتي أناس من بلاد أخرى ليس لهم مكان، هنا يجب ضيافتهم. والضيافة الواجبة هي 3 أيام، الجائزة يوم وليلة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وضيافته 3 أيام، فما كان بعد ذلك أكثر من 3 أيام بلياليها فهو صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا كمنهج شرعي، لكنه في تصرفاته يعني الوضع عنده قضية الكرم والجود، ما تحتاج إلى واجب شرعي، هو خلق فيه صلى الله عليه وسلم من أيام قبل الإسلام. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل. يتعوذ من البخل، البخل الصفة سيئة. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، الشح يعني البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم من أجل المال والبخل بالمال. صارت الدنيا هي التي ملأت القلوب حتى ما عاد عنده محارم ولا عنده خلق. وذاك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط منفق وليس فقط كريم، وإنما زاد عن ذلك، كان ينفق مما يحب، ما كان يبقي شيئا صلى الله عليه وسلم. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما تأتي للخبيث من مالك فتتصدق به، وإنما تتصدق بما تحب الأفضل عندك. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المثل الأعلى في الإنفاق والجود والكرم والضيافة، رغم أنه يعني كان يعيش عيشة الفقراء، لكن لما كان يعطي كان يعطي بلا حساب، عليه أفضل الصلاة والسلام. في غزوة حنين لما جاءت غنائم يعني غير متوقعة، آلاف الإبل والغنم والشياء، كميات ضخمة من الذهب والفضة، كانت هوازن التي في الطائف. لما جاءوا إلى حنين قائدهم مالك بن عوف ماذا قال؟ قال: اخرجوا بنسائكم وبدوابكم وبأموالكم. هو أمرهم أن يخرجوا بهذا، فسألوه لماذا؟ قال: حتى لا تفروا، كل شيء اللي يفر راح يفقد كل شيء. طبعا دريد بن الصمة قائد العسكري من قادة الجاهلية، كان عمره في ذاك الوقت 120 سنة، لما سمع قال هذا ما يفقه، ما يعرف الحروب، هل يرد المنهزم شيء؟ ما يرده شيء، لا، يترك أهله، يترك كل شيء. فهؤلاء جاءوا بكل أموالهم، فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل هذه الأشياء. فجاء واحد من سادة القبائل قال: يا محمد أعطني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى منطقة بين جبلين فيها غنم مليئة، مئات الأغنام، قال: هذه لك. قال: أتسخر بي؟ ما مصدق في أحد يعطي هذا العطاء؟ قال: لا، هي لك. هذا ما هو مصدق، فراح بدأ يسوقها فلم يمنعه أحد، بدأ يتلفت قاعد يأخذ كل هالأغنام مئات، ما حد يوقفه، أخذها فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مئات الأغنام بضربة واحدة هكذا، ماذا فعل؟ شوفوا ليش النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يعني هذا من كرمه وجوده، لكن شوفوا آثارها بالناس كيف. هذا الرجل لما ذهب إلى قبيلته ماذا قال؟ قال: تعالوا فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واحد يعطي عطاء ويعطي كأنه ما في فقر في الدنيا، ما يخاف من الفقر،
هكذا كان يعطي صلى الله عليه وسلم، ما دام عنده يعطي. حمل إليه 90,000 درهم وضعها في حصير، فقام اقتسمها بين الناس، ما رد، يقولون ما رد سائلا حتى فرغ منها في جلسة واحدة 90,000 يوزعها. تجمع عليه بعض الناس بعد غزوة حنين، شافوا الغنائم فبدأ يا رسول الله أعطيني كذا، يا رسول الله أعطيني كذا، فتجمعت أعداد كبيرة عليه حتى يعني اضطروه أن يتراجع إلى الوراء. النبي صلى الله عليه وسلم تحت ضغطهم بدأ يتراجع، فعليه ثوب، فوصل إلى شجرة، فالثوب تعلق، رداء تعلق بالشجرة، فقال أعطوني ردائي، والله لو كان لي عدد هذه العبات، يعني عدوا الخشب اللي موجود في الأرض هذه، لو كان لي عدد هذه العبات، يعني ما لا يحصى، نعما إبل وغنم، لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. بل أكثر من هذا صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال يا رسول الله أعطني، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده، فاستحى أن يرده، فقال ما عندي شيء، لكن ابتع علي، يعني اشتري ما تشاء وقل لهم دين على محمد، فإذا جاءنا شيء قضيناه، أنا أدفع، اشتري اللي أنت محتاج، حتى لما ما يكون عنده ينفق. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا فلان أنت أعطيته من قبل، فما كلفك الله ما لا تقدر، يعني ليش تعطيه مرة ثانية وتحط على نفسك دين؟ فواحد من الأنصار قال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخاف ربك كريم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الأنصار قال بهذا أمرت، بهذا أمرت، أمرت بالإنفاق، أمرت بألا أخشى من ذي العرش إقلالا. الله سبحانه وتعالى له خزائن السماوات والأرض، أنفقوا من مال الله الذي آتاكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق ولا ليس له حساب في الإنفاق. جاءته امرأة ببردة، ثوب، عباية فخمة، فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فأخذها وهو محتاج إليها، ما عنده بردة، فلبسها صلى الله عليه وسلم. هنا واحد من الصحابة جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة، اكسنيها، لبسنيها، أعطنيها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فورا نزعها. ما يتردد صلى الله عليه وسلم في الإنفاق أبدا. ومن المواقف الطريفة له في الإنفاق، كان يبحث عن أصحاب الفقراء ويعطيهم، فكان بعضهم يتعفف، يعني في بعض الناس فيهم عزة نفس لا يقبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف حتى يعني يعطيهم. كان يوما مع جابر، جابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العظماء الفضلاء من رواة الحديث، من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة احتكاكه بالنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام في إحدى المعارك النبي صلى الله عليه وسلم ركب مع جابر على جمل جابر، فبالطريق يتحدثان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أحواله وكذا، قال جابر تزوجت؟ قال نعم. قال بكر ولا ثيب؟ قال بل ثيب. قال أنت شاب لو تزوجت واحدة بكر؟ قال يا رسول الله أبوي مات وترك لي أخواني صغار، محتاج امرأة تربيهم، فلو جبت بكر ما تعرف تربيهم، فتزوجت ثيب. قال أحسنت. قال يا جابر كيف وضعك المالي؟ قال يعني الحمد لله، تبين أن وضعه ضعيف. فقال يا جابر تبيعني جملك هذا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه الآن، ويعرف أن جابر عنده عزة نفس يرفض أن يأخذ صدقاته. قال يا رسول الله هو لك، شوفوا كرمهم، يعني هو فقير ومحتاج ما عنده إلا هالجمل، هو لك يا رسول الله. قال لا، بثمنه. قال يا رسول الله ما أبيعك، هو لك. قال أبدا، أنا أريد أشتري هذا الجمل. قال هو لك بدرهم. قال لا، ما أشتري بدرهم، درهم يعني الريال، بس يريد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا.
فيقول جابر: فما يزال يرفع لي في السعر حتى أصر. هو يعني أنا أريد أن أنزل السعر وهو يريد أن يرفع السعر صلى الله عليه وسلم، هو المشتري ويرفع السعر. يقول: حتى اشتراه بأوقية من ذهب، غصب عني اشتراه بأوقية من ذهب. فلما وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الغنائم أوقية من ذهب فأعطاها لجابر، ثم قال: يا جابر جملك لك. فخجل بهذا، حاول، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا يعني يبحث عن المحتاج ويعطيه ويتلطف في إعطائه صلى الله عليه وسلم. جاءته ربيع بنت معوذ من الأنصاريات رضي الله عنها، تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع فيه رطب ويعني بعض التمر من الزغب، فيعني شيء بسيط، إناء مليان شوية رطب شوية تمر رديء، يعني ليس من التمر الجيد. تقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شيء من الغنائم، فدخل فأخذ كفا مليئة بالحلي والذهب فأعطاني إياها. هكذا كان يعطي صلى الله عليه وسلم، ما يحسب. وبالذات كان في رمضان، إذا جاء رمضان قالوا عنه أجود من الريح المرسلة، ويقولون كان في شهر رمضان لا يمسك شيئا، ما عنده أي شيء بيده على طول يطلع. أي كرم وجود لك يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. هذا الخلق فيه صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام، يعني لم يأتي الإسلام ويأتي القرآن وتأتي الرسالة فغيرته، كلا، هو أصلا هكذا، هو كإنسان مجبول هكذا طبيعة الجود والكرم. ألا تذكرون في بداية البعثة ماذا قالت سيدة خديجة لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخشى أن يكون أصابني شيء لما رأى الوحي. ماذا قالت سيدة خديجة؟ قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم، يعني الإنسان اللي ما عنده شيء تعطيه كسبا حتى يصبح مستغني، وتقري الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحاق. هذه أوصافه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم على الصدقة والإنفاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني من الذي يأمل الغنى ويخشى الفقر؟ ليس الغني، الغني عنده غنى خلاص. الذي يتأمل الغنى هو الذي عنده أموال لكن قاعد ببدايات استثماره كما يقولون، فيتأمل الغنى ويخشى أن ينكسر وتروح أمواله فيخشى الفقر. هؤلاء بالذات ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ها هذا أفضل الصدقة، أنت محتاج هذه الأموال، محتاج تستثمرها، محتاج تكبرها، وأنت صحيح حريص تريد تبني مستقبل للأولاد وكذا، هذا أفضل الصدقة. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وتوزع أموالك عند الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان لفلان، أصلا راح تتوزع غصبا عنك لأنك ستموت. وكان يقول لهم: السخي قريب من الله قريب من الناس، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ليست أقوال يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بدون تطبيق، هو المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم في هذا التطبيق. الذي يؤمن بما عند الله لا يخشى شيئا، لا يخشى إنفاقا لأن الله الرزاق، ولا يخشى بشرا لأن الحياة بيد الله. ومن هنا سأكلمكم عن شجاعته عليه أفضل الصلاة والسلام. تحدثنا كثيرا عن رسولنا العظيم، قدوتنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا، سيد الخلق أجمعين، إمام الأنبياء والمرسلين،
خاتم الرسل أجمعين عليه أفضل الصلاة والتسليم. تحدثنا عن جوانب كثيرة في شخصيته، ورأينا أن شخصيته تميل إلى الرقة واللطف والأدب والرحمة، تميل إلى أن يختلط بالناس ويتواضع لهم ويعفو عنهم، لطيف مؤدب صاحب ذوق، كل الصفات هذه التي تجعل إنسانا يحب. هذه الأخلاق لم تمنعه صلى الله عليه وسلم أنه في وقت الجد يظهر جده وتظهر شجاعته. شجاعته صلى الله عليه وسلم كان فيها كما كانت الرحمة قدوة، كان في الشجاعة قدوة. لا تنسوا أنه كان صلى الله عليه وسلم خاض معارك كثيرة جدا، أكثر من 26 معركة يخوضها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. كانت الحروب متتالية في حياته، في الفترة التي قضاها في المدينة 10 سنوات، لو حسبنا عدد الغزوات أو السرايا التي بعثها لوجدنا أنه في المعدل كل شهرين إما في معركة أو سرية. السرية هي التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذهب بها، أما الغزوة فلما يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. كل شهرين في سرية أو غزوة، كل شهرين. طبعا السرايا تخرج بأمره والغزوات تخرج بأمره وهو معهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حياته باستمرار حياة جهاد، ما كان يخشى في الله لومة لائم في دعوته إلى الحق، وما كان يخشى في الجهاد أمرا. كيف وهو قد سلم نفسه لله؟ كيف وهو يعرف ما عند الله؟ كيف وهو يثق أن الأجل بيد الله؟ الذي يعرف أن الأجل بيد الله هل يخاف؟ أمران هما سبب خوف البشر اليوم، الرزق والأجل. فإذا علمنا أن رزقنا مكتوب ولن تموت نفس حتى توفى رزقها، وعلمنا أن الأجل محسوم لا يتأخر ولا يتقدم ثانية، فمما الخوف؟ مما الخوف في بعض الناس اليوم بحياتهم اليومية عندما يتعامل مع ضباط ولا مع حكومة؟ يخشى. نحن ندعو إلى احترام القانون، نحن ندعو إلى احترام الحكومات، لكن في نفس الوقت ما في خوف. لا تصير جبان، لا تصير ذليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأبى ذلك، وطبعا يتجلى هذا في الحقيقة مع القتال، عند القتال مع الأعداء. هناك يتبين الجد، هناك تتبين الشجاعة. أما الذي يتجرع على أهله يعمل إرهاب ويعمل جرائم ويعتبر نفسه شجاع، الشجاعة أن تذبح أبرياء ونساء وأطفال ومساكين، هذه شجاعة؟ هذا قمة النذالة والجبن. الشجاعة تتبين في وقت المعارك، وقت الجد. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في وقت المعارك، حتى في لحظات الفزع التي يفزع الناس، كان الناس يفزعون، هو صلى الله عليه وسلم كان يقف فيظهر تظهر شجاعته. حدث يوما من الأيام أنه جاء مجموعة من قبيلة معادية للمسلمين، ما تجرأوا على أن يواجهوا المسلمين مواجهة، فماذا فعلوا؟ هجموا على أطراف المدينة، كان في مزارع فهجموا عليه فهرب، فأخذوا الثمار وهربوا. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم، هو ممن سمع الصرخة، المسلمين اللي رتب نفسه وجاب سلاحه ويريد يركب يجهز حصانه ويحط عليه السرج. فلما خرجوا فوجئوا بمنظر عجيب جدا، فوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع. هم الآن إلى الآن ما خرجوا، ركب فرسا بدون سراج اللي عليه، بدون أي شيء عليه، تعلق بالفرس وانطلق يبحث عن سر هذه الصرخة، ثم وجد أنها ما في شيء خطير، فرجع وهو يقول لن تراعوا لن تراع، ما في شيء ما في شيء. هم بعدهم ما بدأوا، هو صلى الله عليه وسلم قد انتهى. ما أشجعك يا رسول الله؟